أول رئيس إيراني يأمر بالهجوم المباشر الأول ضد إسرائيل في عملية سمتها طهران الوعد الصادق، لقى حتفه في حادث تحطم مروحية بعد نحو 3 سنوات من توليه رئاسة البلاد التي شهدت في عهده أحداثاً ومحطاتاً هامة. فمن هو إبراهيم رئيسي؟ ولد رئيسي في عام 1960 في مدينة مشهد شمال شرق إيران. منذ الصغر توجه نحو الدراسات الدينية ليصبح لاحقاً قاضياً وسياسياً وعالم دين يحمل الدكتوراه في الفقه الإسلامي. قضى رئيسي معظم حياته المهنية في النظام القضائي الإيراني، وبرز نجمه في الساحة السياسية حتى بات مقرباً من المرشد الأعلى علي خامنئي. في عام 2017 ترشح رئيسي للانتخابات الرئاسية عن حزب المحافظين، لكنه خسر أمام حسن روحاني، فعاد بعد عامين ليشغل منصب رئيس السلطة القضائية ليرفع شعار محاكمة المفسدين السياسيين. في عام 2021 أصبح رئيسي الرئيس الثامن لإيران، حيث شهدت البلاد في عهده أحداثاً هامة ومؤثرة. أبرز هذه الأحداث كانت تشديد قوانين الأخلاق التي أدت إلى احتجاجات واسعة إثر وفاة الشابة مهسا أميني في عام 2022. كما قاد رئيسي جهود المصالحة مع السعودية بعد قطيعة دامت 7 سنوات، وضغط بشدة في المحادثات النووية مع القوى العالمية. وأخيراً يأتي الهجوم المباشر على إسرائيل الذي يعد الأول من نوعه بأمر من رئيسي كرد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق. إبراهيم رئيسي اسم مدرج على القائمة الأمريكية السوداء للمسؤولين الإيرانيين المتهمين بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، كان يعد من المحافظين المتشددين الذين لا يعرفون التهاون.